بسم الآب والابن والروح القدس الإله واحد أمين. تحل علينا نعمته ورحمته وبركته من الآن وإلى الأبد أمين. إنجيل هذا القداس، إنجيل معلمنا لوقا إصحاح 10، وبيحكي لنا إزاي ربنا يسوع المسيح عين الرسل واختار 70 وأرسلهم 2 2 أمام وجهه إلى كل الأرض، وقال لهم أنا أرسلكم مثل حملان وسط ذئاب. لكن الرسالة المهمة اللي بيطلبها ربنا يسوع المسيح من الرسل علشان يبشروا بها الناس أو يبلغوا بها الناس، قال لهم كده: أي مدينة دخلتموها ويقبلونكم فكلوا مما يقدم، اشفوا المرضى الذين فيها وقولوا لهم قد اقترب منكم ملكوت الله. قد اقترب منكم ملكوت الله. الإنجيل ده مكتوب من أكتر من 2000 سنة، ومن 2000 سنة وأكتر ربنا يسوع المسيح يقول للرسل لو هتذهبوا تبشروا الناس وتكلموهم عني قولوا لهم حاجة واحدة، قول لهم ايه؟ قد اقترب منكم ملكوت الله. عايزين نفكر في الفكرة لان هي تبدو ان هي فكرة احنا عارفين، يعني آية حافظينها، لكن الحقيقة مش كتير مننا عايشينها. الانسان اللي عايش الآية دي تلاقيه دايما عامل حساب اليوم ده، زي ما يكون اب عايز يجوز ولاده وعارف انه عنده ولد وبنت، وعارف ان الولد في يوم من الايام هيجي يقول له بابا انا عايز شقه، والبنت عايزه تتجوز، فعارف ان هيجي يوم هيبقى مطلوب منه التزامات معينه ماديه، فتلاقي هذا الاب دايما عمال بيدبر قرش من هنا وقرش من هنا عشان ولاده لما يجوا يتجوزوا، عارف ان اليوم ده هيجي هيجي. طيب انا وحضراتكم كلنا عارفين ان في يوم هقف فيه قدام ربنا، ما خفي الا وايه ويستعلن، والكنيسه ترتب لنا في صلاه النوم كل يوم نقول ايه: هوذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعدا من كثره ذنوبي. القطعة الثانية في صلاة النوم نقول له: لو كان العمر ثابتا وهذا العالم مؤبدا لكانت لك يا نفسي حجة واضحة. إذن الإنسان اللي عايش بالمبدأ ده في حياته عامل حساب للسماء. لو الشيطان يقول له خد حاجة مش بتاعتك واضحك على أخوك وخد ورثه، لا، قد اقترب منكم ملكوت الله، مش عامل كده. لو الشيطان يقول لي اعمل أي خطية، يقول زي يوسف الصديق: كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. إذن الآية دي تحميني وتحميكم من أن إنسان يتمادى في الشر. قد اقترب منكم ملكوت الله. إحنا كل يوم عمرنا بينقص يوم ولا بيزيد يوم؟ بينقص، بينقص يوم، يعني بقرب من النهاية يوم، صح ولا لأ؟ عمري بيزيد ان انا بقالي عشت يوم زياده، لكن المتبقي من العمر ايه؟ بينقص يوم، صح؟ فلو الواحد حط الفكره دي قدامه، لا انا محتاج استعد للسماء، محتاج ارجع الحق لاصحابه، اشوف انا ظلمت مين، اشوف هدخل السماء بايه، لازم يكون في حياتي اعمال خير واعمال بر. والطوبى للرحمة على المساكين فإن الرحمة تحل عليهم، والمسيح يرحمهم في يوم الدين. اللي مش قادر يشعر بالفقير أو مش قادر يشعر بالمحتاج هنا على الأرض يقول له كده الآية: قد اقترب منكم ملكوت السماوات، أو قد اقترب منكم ملكوت الله. طوبى لمن يتعطف على المسكين في يوم الشر ايه؟ ينجيه الرب. يوم الشر اللي هو يوم الامتحان ده، يجي بقى نقف قدام ربنا ويقول لي بقى تعالى
في كم واحد محتاج طلب منك وانت سديت ودانك؟ في كم واحد كنت عارف ان بيته ما فيهوش اكل او مش مكفي ولاده وعملت نفسك مش فاكر ولا مش شايف؟ قد اقترب منكم ملكوت الله. فالآية دي الحقيقة منهج حياة تنفع شعار واحد كل يوم يفكر نفسه بيها. عاشها أبونا يوستوس الأنطوني بشكل تاني، اللي هو كان كل يوم يسأل إيه، كل مش كل يوم، كل شوية، كل ما حد يعدي قدامه يقول له يا ابني الساعة كام، الساعة بقت كام، وحاطت قدامه الزمن، حاطت قدامه العمر، ألحق أتوب، ألحق أصلي، ألحق أروح أعترف، ألحق أرجع الحق لأصحابه. عشان كده بقية الإنجيل ده هو بيشاور على السماء وبيقول إن الخادم رسالته رسالة سماء. لما جم التلاميذ في آخر النص وقالوا له حتى الشياطين تخضع لنا باسمك، قال لهم إيه؟ لا تفرحوا بهذا أن الأرواح تخضع لكم، بل افرحوا أن أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات. دايما برضو المسيح دايما يشاور على السماء. اوعى تفرح بأي إمكانيات ربنا اديها لك هنا على الأرض، حتى لو كنت بتخرج شياطين، حتى لو كنت تشغل منصب كبير قوي في البلد أو في شغلك أو في أي مكان، ربنا ادالك مواهب كتيرة، اوعى تفرح بده، اوعى تفرح أن الشياطين تخضع لكم، افرحوا أن إيه؟ أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات. مين فينا فرحان أن اسمه في السماء؟ مين فينا فرحان أنه حاجز مكان في السماء باسمه؟ عارف لما تروح أوتيل كده وتبقى حاجز أونلاين ولا متصل وعامل ديبوزيت، فأنت تدخل كده بثقة كده على الريسبشن وتقول له إيه؟ في حجز باسم فلان الفلاني، تعرف مطمن في حجز باسمي. مين فينا فرحان بقى ان يوم المعمودية بتاعه، يوم ما انا اتعمدت، يوم ما حضرتك وحضرتك اتعمدتي، ليكي مكان في السماء. عشان كده حتة الفرح دي مهمة جدا. ربنا يقول لنا ايه؟ افرحوا كل حين، واقول ايضا افرحوا، لا تكن الا فرحا. طب اعملها ازاي دي يا رب؟ اصل في سبب للفرح، في سبب للفرح. ايه هو السبب؟ اسماءكم مكتوبه في ملكوت السماوات. فاللي عايش بالايه الاولانيه قد اقترب ملكوت السماوات فرحان، واللي عايش بالايه الثانيه افرحوا ان اسماءكم مكتوبه في ملكوت السماوات فرحان. ما يفرقش معاه بقى اي شويه فكه تضيع منه، زعل مع اخوه، البيت ما عرفش حصل له ايه، موبايل مش عارف ايه، اللي شغلانه رفدوني، ولا حاجه، في حاجه اهم، ربنا هيجيب لي شغلانه تانية. اطلبوا اولا ملكوت الله وبره وهذه كلها تزاد لكم. ربنا يديني ويديكم ان احنا نكون دايما مشغولين بالسماء، فرحانين ان لينا مكان في السماء، وزي ما ربنا دايما ينبهنا ويقول لنا ايه؟ قد اقترب منكم ملكوت الله. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.